صباحكم خير وسعاده وفرح. اهلا بحضراتكم مشاهدي قنوات أون تايم سبورتس في كل مكان، وحلقه جديده من صباح أون تايم. دايما بنسعد بوجودنا مع حضراتكم، بنقدم لكم كل جديد، كل فقراتنا الرياضيه المختلفه والمتنوعه واخبارنا اكيد على الساحه الرياضيه، ولكن لا صوت يعلو النهارده فوق صوت مباراه منتخبنا المصري اللي بالتاكيد هنتكلم فيها النهارده انا وزميلي يحيى حمزه. بصبح عليه، صباحك زي الفل يا يحيى. صباح الفل عليك يا فرح، مشغول في اللبني بس شويه بعد كده الدنيا وجاي لك. صباح الفل عليك. الصيفيه الجميله قال حاجات والله موجوده. صباح الفل على حضراتكم كل مشاهدي اون تايم سبورتس في كل مكان. يوم جديد وصباح جديد ان شاء الله من صباح اون تايم. هنكون موجودين لمده ساعه ونص، واكيد النهارده 5 مباريات، ولكن اهمها مباراه منتخبنا الوطني امام غينيا في 9 مساء على استاد القاهره، اللي اكيد عندنا حديث النهارده ان شاء الله. كلنا في انتظار الحدث الاهم والابرز باذن الله، هي طبعا مباراه منتخبنا المصري امام غينيا في افتتاح مشوار المنتخب في التصفيات المؤهله لكاس الامم الافريقيه كوت ديفوار 2023. هتكون اول مباراه للكابتن ايهاب جلال كمدير فني لمنتخب مصر. المباراه هتكون الساعه 9 مساء على ملعب استاد القاهره باذن الله، وكمان ما تنسوش تتابعوها على قناه تايم سبورت الارضيه طبعا، وهتكون الساعه 9 مساء بنأكد على حضراتكم. بتضم مجموعه منتخبنا المصري في التصفيات كل من غينيا، ملاوي، وإثيوبيا. بإذن الله تكون مباراة موفقة وتكون مباراة ممتعة في نفس التوقيت. دايما بنقول كده إنه بنبحث عن المتعة الكروية، وبنبحث عن ان احنا مش بس نفوز نتمتع كوره، كمان ونشوف امكانيات لاعبتنا اللي دايما بنصف قدراتهم وضد اي حد ممكن ان هو يقلل من قدرات اللاعب المصري اللي عنده خبرات دوليه، اللي يقدر يكون على قدر المسؤوليه وتحت اي ضغوط، وبيبان دايما معدن الرجال في مثل هذه المواقف. طبعا النهارده مباراه منتخبنا امام غينيا الساعه 9 ان شاء الله، والبطاقه التعارف النهارده للكابتن ايهاب جلال. يعني كل اللي بيتفرج وبيتابع عارف كابتن ايهاب جلال، ممكن يكون شويه حافظ طريقه لعب كابتن ايهاب جلال، ولكن النهارده الموضوع مختلف. النهارده الجمهور المصري مستني يشوف شكل وهويه لمنتخب مصر، مستنيين نشوف شكل مختلف لمنتخبنا الوطني النهارده مع الكابتن ايهاب جلال. اكيد الناس كلها بتتكلم، واكيد كل واحد بيفكر بفكر معين، ان انا النهارده كابتن ايهاب جلال هيكون داخل اللقاء بشكل عامل ازاي، هيبدا اللقاء ازاي، هيلعب طريقه اللعبه هتكون عامله ازاي، هل 4-3-3 الراجل هيقفل. يعني لو جينا اتكلمنا برضو هتلاقي ان الكابتن ايهاب جلال النهارده هيكون عنده بعض التخوفات. دايما هو اول لقاء بينه وبين الجمهور، هي بطاقه التعارف بينه وبين الجمهور مع منتخب مصر، لانه يعني عارفين الكابتن ايهاب جلال، لكن لسه مع منتخب مصر بلعيبه ثانيه، في لعيبه جديده منضمه لمنتخبنا الوطني. النهارده الشكل هيكون عامل ازاي، الموضوع هيكون مين اللي بادئ اللقاء. يعني اكيد احداث كتير النهارده جمهور المصري باذن الله هيكون بيزين استاد القاهره، اللي نتمنى كده نشوف. بس يعني المباراه يعني غينيا، لما تيجي تتكلم على غينيا، كل اللي على فكره كل المنتخبات الافريقيه بقى ليها اسم خلاص، وده شفناه يمكن في اخر بطوله افريقيا، شفنا اكتر من منتخب بيتالقوا، فما بقاش في منتخب تقدر تطلع تقول عليه ان ده منتخب ضعيف، او انت منتخب ما عندوش العناصر يعني المميزه. لا، كل منتخب عنده لعيب واثنين محترفين في الدوريات الاوروبيه، فبقى الموضوع مش زي الاول، بقى الموضوع دلوقتي اصعب شويه. النهارده باذن الله نتمنى كل التوفيق اكيد لمنتخبنا الوطني، نتمنى كل التوفيق للكابتن ايهاب جلال. عايزين ندعم كابتن ايهاب، عايزين ندعم كل اللعيبه اللي موجوده ايا كان ايه التفاصيل اللي حصلت قبل اللي بيحصل دلوقتي. دي مرحله جديده، مرحله بناء منتخب يليق باسم مصر، مرحله بناء منتخب يكون ليه هويه وشخصيه في الملعب ما بنشوفهاش او غايبه عننا بقالنا فتره. فنتمنى ان احنا ان شاء الله نشوف النهارده بطاقه التعارف تكون مرضيه لكل الجمهور المصري مع الكابتن ايهاب جلال. تعالوا نستعرض ايضا مع حضراتكم بقى مواعيد مباريات اليوم في تصفيات كاس الامم الافريقيه، يوم مليء بالمباريات الممتعه بالتاكيد. نبتدي مع حضراتكم اول مباراه هتكون الساعه 3 العصر ما بين بوتسوانا وتونس. اما في نفس التوقيت الساعه 3 العصر ايضا هيكون في مواجهه ما بين منتخب جمهوريه افريقيا الوسطى ومنتخب غانا. اما الساعه 3 ايضا في نفس التوقيت هيكون في مباراه ما بين منتخب ملاوي واثيوبيا، وفي نفس التوقيت ايضا هتكون في مباراه ما بين منتخب مدغشقر ومنتخب انجولا. اما مباراه منتخبنا المصري باذن الله هتقام الساعه 9 مساء ما بين منتخبنا المصري ومنتخب غينيا. طيب خلينا نستعرض مع حضراتكم تاريخ مواجهات منتخبنا امام منتخب غينيا. منتخبنا تلاقى مع المنتخب الغيني 9 مباريات، فاز منتخب مصر في 4 مباريات وفاز منتخب غينيا في 2 مباريات، وانتهت 3 مباريات بالتعادل. واحرز لاعبي منتخب مصر 22 هدف في شباك منتخب غينيا، وتلقت شباك منتخبنا الوطني 19 هدف. طيب النهارده خلينا اقول لحضراتكم هيغيب عن المباراه بعض اللعيبه لاسباب مختلفه، يمكن ابرزها محمد الشناوي، بنقول له مليون سلامه بسبب اصابته بفيروس كورونا. احمد فتوح برضو بسبب نفس الاصابه مع الحادث اللي كان تعرض له احمد فتوح، وكمان بنسبه كبيره اعتقد ان النني تعرض لاصابه كده في التمرين، فمش هيكون موجود النهارده. اكتر من لاعب هيكونوا غايبين النهارده، ولكن ان شاء الله باذن الله دكه البدلاء موجوده، في لعيبه كتيره جدا تكون بتحل محل اللعيبه ان شاء الله اللي هتكون غايبه. الحقيقه ان احنا دايما لما بنتكلم على اللعيبه اللي هتحل محل اللعيبه اللي مش موجودين بنكون برضو مش عارفين المشهد كله. يعني بالتاكيد النهارده الكابتن ايهاب جلال هيكون عنده تصور مختلف، فكر مختلف، هيكون عنده تشكيل بره الصندوق، اتعامل مع عدد كبير جدا من اللعيبه، سواء اذا كان في المباريات اللي خاضها مع فريق بيراميدز امام الفرق الاخرى، اتعرف ايضا على الامكانيات، شاف نقاط القوه والضعف، وعلى الاساس ده اختار القائمه النهائيه الخاصه بيه. النهارده بالتاكيد هيكون في مفاجآت عديدة، خصوصا بعد ما شفنا عدد كبير من اللعيبة اللي اسمائهم ما كانتش متواجدة في منتخبنا المصري، زي أحمد عاطف، زي كمان محمد ابراهيم. يعني بعض الاسماء كده اللي كانت بره المشهد بترجع مرة تانية، وبالتأكيد هيكون ليها توظيف مختلف النهارده من الكابتن إيهاب جلال. تعالوا نتعرف مع حضراتكم ونشوف جزء من المؤتمر الصحفي للكابتن إيهاب جلال المدير الفني لمنتخبنا المصري، وآخر تصريحاته قبل مباراة اليوم إن شاء الله. طبعا احنا نتكلم على المجموعه الاول، ال4 فرق كانوا بيلعبوا في بطوله افريقيا الاخيره. مباراه بكره غينيا ضد غينيا هنا ان شاء الله في القاهره، فرقه جيده، لكن بدايه طبعا مهمه جدا بالنسبه لنا ان شاء الله. ان شاء الله مستعدين، ربنا يكرمنا ان شاء الله، واللعيبه كلها مستعده، كل الموجودين ان شاء الله مستعدين، ما عدا بعض قلنا الغيابات او بعض اللعيبه اللي حصل لها بعض المشاكل. الشق الاولاني طبعا ممكن دي حاجه مش بعيده، لكن اقول حاجه فيها ان دايما بتبقى المشكله مش في ان يجي حد، المشكله ان المستقبل نفسه، يعني اللعيبه تبقى عندها استعداد، وده اللي ممكن نهيئهم ان شاء الله عليه، ونطور نفسنا شويه ونقدر يبقى موجود دايما اخصائي، مش عايزين نقول نفسي بس يعني اخصائي رياضي. يعني ده بالنسبه للماتش. هو طبعا محمد جاي وعنده اندفاع جيد جدا، ودي حاجه يعني انا سعيد بيها، زي اللعيبه كلها، اللعيبه الكبار كلهم جايين وعايزين يعملوا حاجه وعايزين يكملوا اللي هم بداوه قبل كده. ان شاء الله يعني يبقى في استثمار شويه لبعض الايجابيات اللي حصلت، ونبتدي من عندها ان شاء الله. مش عاوزين نلغي اي حاجه اتعملت قبل كده، وخصوصا ان احنا في وقت ضيق مش هنقدر نعمل حاجه كبيره من ناحيه الشكل العام. وانا قلت للعيبه ان انا مش جاي اغير الفرقه، انا جاي نحاول نخلي الناس تلعب بطريقه مختلفه على مدى اطول شويه، وفي نفس الوقت نحاول ان شاء الله نكسب من اول مباراه. يعني الشناوي مش هيبقى معانا بكره، لكن هو معانا في المعسكر ان شاء الله، نكمل معانا الفتره اللي جايه. احمد فتوح احنا جبناه النهارده، يمكن ما تعرفوش، جبناه النهارده عملنا له PCR طلعت ايجابيه، يعني هو عمل الحادثه وبعدين قلنا هنجيبه ونخليه معانا بقيه المعسكر. ده بالنسبه للشناوي، بالنسبه لفتوح، لكن هم لعيبه اساسيه معانا طبعا، ودي حاجه من يعني بديهيه. عندنا برضو النني شك في ان هو يقدر يلعب بكره ولا لا، لان تعرض لكدمه شديده امبارح في التدريب، فلسه بنشوف حالته، لكن اللعيبه كلها جاهزه ان شاء الله. يعني انا قلت قبل كده، انا قلت ان انا مش هاجي اغير تغيير كبير من اول مباراه، لان دي بتحتاج يعني حاجات مختلفه ووقت اطول شويه في ان انت تعود اللعيبه على طريقه لعبه مختلفه شويه، وخصوصا المنتخب بيبقى مختلف شويه عن الانديه، الوقت ما بيبقاش كبير، وفي نفس الوقت بنعتمد غالبا بعد ربنا على إمكانيات اللعيبة أو اللعيبة الجيدة اللي بتبقى عندك أكتر من نادي شوية. يعني أنا ما بقولش إن إحنا نغير تغيير كبير، دي إحنا هنحاول إن إحنا زي ما قلنا نحافظ على نفس الشكل مع تطوير بعض الحاجات، منها ان احنا نحافظ على الكوره شويه ببعض الاوقات، ودي يعني ان شاء الله مهمه بالنسبه لنا مع وجود اللعيبه الكبار اللي موجودين. يعني طبعا اللعيبه المحترفين كلها واللي جايين من بره احنا كلهم موجودين معانا في المعسكر، وفي ناس جت قبل المعسكر زي مرموش ومصطفى محمد وتريزيجيه، واحنا مركزين ان شاء الله في الماتش الاول. اهم حاجه باذن الله ما يطلعش اصابه، حد عنده اصابه، وان شاء الله هنحاول في ماتش كوريا. ما انا قلت قبل كده ان احنا ممكن خلال الماتشين الجايين ان شاء الله او ماتش كوريا خصوصا ناخد بعض اللعيبه اللي احنا كنا قايلين عليها قبل كده، لكن اللي مش ما كانش ينفع ان احنا نبتدي نديهم بعض الفرص، لكن هنحافظ على القوام الاساسي ان شاء الله المنتخب، لان هي مباراه كبيره وفي نفس الوقت مهمه بالنسبه لنا. يعني هو اتحسن طبعا مركز حراسه المرمى، لكن هم بيأدوا اداء جيد جدا، وبرضه تقييمهم بيبقى مختلف شويه، خصوصا البدايه مع فرقه كبيره مع شكل لعب هنحاول نحمي برضه او نحافظ على نفس شكل اللعب في اغلبيه الاوقات، لكن الثلاثه يقدروا يلعبوا، الثلاثه عندنا مميزين، وعندنا برضه حراس مرمى تانيين لا يقل عن محمد الشناوي، لكن هو معانا برضه ان شاء الله يبقى في المباراه الجايه ان شاء الله. الحقيقه من افضل الحاجات يعني اللي بنتكلم فيها كده عن تولي قياده الكابتن ايهاب جلال هي توضيح الامور كلها لوسائل الاعلام واحترام الصحافه ومواقع الالكترونيه، وده في جزء كبير جدا في الراحه ما بين العلاقه ما بين وسائل الاعلام والجهاز الفني بشكل عام والمدير الفني لمنتخبنا المصري. ده بيعمل على فكره يعني علاقه وطيده، وفي نفس التوقيت بيطمنا بيريحنا. ليه؟ كل التساؤلات اللي ممكن تكون بتدور في ذهننا بتلاقي كابتن ايهاب جلال بيطلع يوضحها، بيوضح كل الملفات بلاعب باسمه، بيخليك خلاص عارف اللاعب ده مش موجود ليه، هو مش موجود علشان مصاب، اللاعب ده مش هيشارك ليه، هو مش هيشارك عشان لسه ما انضمش من فريقه مثلا، او ان هو هيتاخر وصوله. كل التفاصيل دي الكابتن ايهاب جلال كان حريص جدا في تصريحاته، سواء اذا كان في اللقاءات الخاصه اللي تم اجراءها معاه طبعا من قنوات أون تايم سبورتس، او حتى من المؤتمر الصحفي الرسمي اللي تابعناه مع حضراتكم دلوقتي. طيب يعني اكيد تصريحات مهمه، ولغه التواصل دايما ما بين الكابتن ايهاب جلال وما بين ان انت بتتكلم في مؤتمر صحفي او حد بيسالك او لغه التواصل ما بين الاعلام والمدير الفني لمنتخب مصر لازم يكون واضحه وصريحه، ومش بس ان انت بتهاجم حد او بتطلع. يعني يمكن كراش شويه ما كانش بيجيد التعامل مع الاعلام، ودايما كان بيبقى في جدل ما بين المؤتمر اللي بيحصل وما بين حد بيسال من الزملاء الصحفيين للمدير الفني، فلازم لغه التواصل تكون موجوده جدا. خلونا نطلع كمان نشوف عمرو السليه لاعب منتخب مصر قال ايه امبارح في المؤتمر، ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. في الاول برحب بيكم طبعا في المؤتمر الصحفي و للمباراة الأولى إن شاء الله بكرة. أتمنى إن شاء الله يكون التوفيق من نصيبنا، واللعيبة كلها الحمد لله مركزة، اللعيبة كلها عايزة تعمل حاجة كويسة لمنتخب مصر. إن شاء الله هنبني على الحاجات الكويسة اللي حصلت في الفترة اللي فاتت، وتبقى من بكرة إن شاء الله بداية جديدة في أول مباراة إن شاء الله تساعدنا كتير الفترة اللي جاية. فاتمنى التوفيق ان شاء الله ليا ولكل زمايلي ان شاء الله والجهاز الفني. في الاول طبعا موضوع الاصابه انا الحمد لله تمام، وشاركت مع النادي الاهلي قبل ما اجي منتخب مصر، فالحمد لله جاهز ان انا اكون موجود مع منتخب مصر وان انا اادي. تاني حاجه زي ما بدات كلامي قلت لك ان احنا عملنا حاجات كويسه الفتره اللي فاتت، فهنبدا من عندها، يعني هناخد الحاجات الكويسه وهنبني عليها الفتره اللي جايه، وهتبقى دي دوافع للناس اللي موجوده ان هي تعمل حاجه اكتر من اللي عملناه الفتره اللي فاتت. واللعيبه الجديده يعني معظم اللعيبه اللي موجوده كانت موجوده قبل كده في منتخب مصر ما عدا واحد او اتنين، فاللعيبه اللي جايه جديده تمام دي هي عندها دوافع كبيره اصلا. يعني اللعيب جاي اول مره منتخب مصر بيمثل منتخب مصر يبقى عنده دوافع كبيره، فمش محتاجين ان احنا نديهم دوافع اكتر من كده، محتاجين بس ان هم يخشوا جوه المجموعه ويتاقلموا ويبقوا فاهمين يعني ايه منتخب مصر، وده هيساعدنا وهيساعدهم الفتره اللي جايه. طبعا كلام مهم من واحد من نجوم مصر ونجوم النادي الاهلي عمرو السليه، وهو بيتكلم حتى على اللعيبه المنضمه حديثا لمنتخب مصر، بيتكلم عن التعامل مع اللعيبه دي بيكون شكله عامل ازاي، وان هم مش غراب على منتخب مصر باذن الله، ونتمنى لهم اكيد كل التوفيق. النهارده الكابتن إيهاب جلال زي ما بدات الحديث في بدايه الحلقه عن الشكل اللي ممكن يكون بادئ بيه الكابتن إيهاب جلال، طريقه اللعب ممكن يكون شكلها عامل ازاي. خلينا برضو اقرب حضراتكم كده من التشكيل الاقرب اللي ممكن يبدا بيه النهارده الكابتن إيهاب جلال. طبعا مع اصابه محمد الشناوي، وجود محمد ابو جابر النهارده في حراسه المرمى، كريم حافظ كباك ليفت، اثنين مساكين ياسر ابراهيم والونش، الناحيه الثانيه باك رايت عمر جابر. في خط الوسط حمدي فتحي وعمرو السليه وتريزيجيه، واعتقد يعني انت بتتكلم بقى سواء مرموش سواء مصطفى محمد صلاح، طبعا كل اللعيبه اللي ممكن تشوفها. بس هنا هتقف عند حته كابتن إيهاب جلال، انت بادئ اللقاء بشكل عامل ازاي؟ مقسم الماتش ازاي؟ هل انت هتبدا ب 4-3-3 هتعمل كثافه عدديه في نص الملعب، فممكن نشوف النهارده السليه وحمدي، وممكن تشوف معاهم امام عاشور، ممكن تستغنى عن لاعب اللي هو 10، هتلعب بصلاح الناحيه الثانيه تريزيجيه، قدامهم مرموش، تستغنى عن مصطفى محمد، ولا الشكل هو طريقه اللعب اللي هو هيكون حابب يقسم بيها مباراته النهارده إيهاب جلال هي اللي هتحدد العناصر اللي هتكون موجوده؟ بمعنى يعني انت لو هتلعب باثنين في نص الملعب، اعتقد السليه وحمد فتحي هم زي ما كنت بتكلم مع حضراتكم في ظل غياب طبعا النني، هتلعب ب10 ممكن بقى تشوف اكتر من لاعب موجود في الحته دي، هيلعب طبعا بصلاح ناحيه اليمين مفيش كلام، الناحيه الثانيه تريزيجيه، او هيلعب بمرموش كهاف ليفت، وتلاقي سترايكر مصطفى محمد هيستغنى عن مصطفى يودي مرموش 9 زي ما كان كارلوس كروش بيلعبها في بعض الاوقات، ينزل بتريزيجيه في نص الملعب. كل ده حاجات وتفاصيل بتدور في أذهان الكابتن إيهاب جلال. طريقة اللعب هي اللي هتحدد العناصر اللي هتكون موجودة، وأيا كان، لأن زي ما كنت برضو بادئ الكلام في الأول إن هيبقى فيه شوية مخاوف كده عند الكابتن إيهاب جلال، مش عايز أول لقاء ليه مع منتخب مصر بإدارة فنية بجهاز فني جديد بكل التفاصيل دي، ويكون لا قدر الله في أي حاجة النهاردة أو يتم انتقاده بسبب تغييره، بسبب بدء تشكيل كان خاطئ في لعيب أو في 2، فهيبقى مركز أوي في الحتة دي، وهيبقى عايز يمسك نص الملعب عشان يبقى متحكم في رتم المباراة. ده الأقرب للكابتن إيهاب جلال. أنا بتوقع ممكن يكون بيلعب النهاردة في 3 في نص الملعب، يستغنى عن الثلث الهجومي شويه، يشيل لعيب منه، يحط لعيب في نص الملعب، تلاقي امام عاشور في نص الملعب موجود عنده برضه ميول هجوميه. كل دي تفاصيل اكيد النهارده هتكون بنشوفها داخل الملعب. اولا واخيرا، ايا كان مين ال11 اللي هيكونوا موجودين، بنتمنى كل التوفيق باذن الله. فرح النهارده لمنتخبنا الوطني امام منتخب غينيا بالتاكيد طبعا يا يحيى، وزي ما بتقول يعني ايا كان ال11 لاعب اللي هيكونوا مشاركين في المباراه لازم يكونوا على قدر المسؤوليه، ومش بس حتى الاسماء اللي انت ذكرتها، ممكن نشوف عناصر جديده خالص. يعني لاعب زي محمد ابراهيم، زي ما كنا بنتكلم انا وانت وقلنا ممكن لو مثلا كابتن إيهاب جلال على حسب طريقه اللعب ممكن يلعب بيه كمثلا مركز 10، ممكن يعني على حسب طريقه اللعب، على حسب طريقه اللعب هتوضح حاجات كتيره طبعا. جدا وارد ان احنا نشوف مصطفى محمد والاعتماد على القوام الاساسي، لا ممكن ان انا ادفع باحمد عاطف من بدايه المباراه، وارد، كل حاجه وارده، ولكن بالتاكيد كله بيرجع لسياسه الكابتن إيهاب جلال اللي النهارده هنتفرج عليها وهنشوف طريقه لعبه. نروح مع حضراتكم بقى لمركز من اهم المراكز طبعا في التشكيل، وهو مركز حراسه المرمى. النهارده هيكون في غياب لمحمد الشناوي زي ما قلنا لحضراتكم بسبب الاصابه بفيروس كورونا، وهيكون البديل ليه هو محمد ابو جبل، هو الاقرب لحراسه مرمى منتخب مصر في المباراه. طيب هل محمد ابو جبل هيستغل وجوده النهارده في المركز ده؟ وهل هيحسن صورته امام كل الجماهير؟ وهنا لما بقول الجماهير بقول الجماهير المصريه، جماهير منتخبنا المصري. ليه بقول كده؟ لأن أنت لما نتائجك بتكون مع نادي الزمالك، النادي اللي أنت بتلعب فيه، جيدة، الجماهير المصرية هتطمن وهتكون يعني مش مدية اخوانة خالص، هتكون طول المباراة حتى ثقة فيك، متأكدة ان انت على قدر المسؤولية، متأكدين ان انت راجع بطموح، بإصرار، بروح مختلفة، بعزيمة. عايزين نرجع نشوف محمد أبو جبل اللي شفناه في كأس الأمم الإفريقية، ده الطبيعي، ده اللي لازم، ده اللي الجمهور المصري معتاد عليه ومنتظره ومستنيه. طيب نستعرض معاكم ليه احنا بنقول كده، علشان نعرفكم على أرقام محمد أبو جبل مع الزمالك في الموسم الحالي. أرقام محمد أبو جابر في هذا الموسم مع نادي الزمالك، لعب 22 مباراة واستقبل أهداف 22. طيب شباك نظيفة 10، التسديدات على المرمى 73، تصدي التسديدات 53، الانفرادات 7، التصدي للانفرادات 4، التصدي لركلات الجزاء 0، العرضيات 315، والتعامل مع العرضيات 38. دي أبرز أرقام محمد أبو جبل مع نادي الزمالك خلال الموسم ده كله. وطبعا يعني كان بيتخللهم كأس الأمم الإفريقية في التوقيت اللي انتعش فيه محمد أبو جبل ورجع بمعنويات مرتفعة، ولكن للأسف منذ رجوعه أيضا وانضمامه لنادي الزمالك مرة تانية في المباريات اللي كانت بعد البطولة على طول ابتدينا برضو نشوف مستوى مش على ما يرام. أعتقد النهاردة هتكون بمثابة فرصة جيدة جدا لمحمد أبو جبل إن هو يرجع ويقول للناس كلها أنا لسه موجود، أنا لسه بتألق، خلي ثقتكم فيا. وأعتقد إن الحاجات دي ليها علاقه بحاجات كتيره جدا جدا يا يحيى، بتكون نفسيه، بدايه من نفسيه اللاعب الاول. طبعا لازم زي ما انت بتقولي يكون في تجديد للدوافع النهارده عند محمد ابو جبل بعد الحاله السيئه اللي كان بيعيشها مع نادي الزمالك بعد عودته مره ثانيه من منتخب مصر في عز تالقه، ورجع مستواه نزل بالشكل الملحوظ ده. ولكن النهارده زي ما انت بتشوف النهارده بتاخد فرصه عشان تجدد دوافع، واعتقد ابو جبل من اللعيبه اللي بيستغل الحاجات دي كويس قوي. يعني دايما هتلاقيه مع منتخب مصر هو بيخلق لنفسه دوافع وطموح مختلف، فبتلاقيه بشكل تاني خالص، وده اللي نفسي دايما ابو جبل يشتغل بيه حتى مع نادي الزمالك بعد ما بيرجع من منتخب مصر، يفضل عنده تجديد دايما للدوافع عشان يبقى موجود بنفس الشكل اللي بيظهر بيه مع منتخبنا الوطني. بنتمنى له اكيد النهارده كل التوفيق. تصريح وتعليق، وتصريح معايا النهارده من كابا دياوارا المدير الفني لمنتخب غينيا في المؤتمر الصحفي، اللي قال فيه مواجهة مصر مش هتكون سهلة، ولكن طموحنا الفوز وإننا نتأهل لكأس الأمم الإفريقية بإذن الله بشكل جيد. وأضاف كمان مدرب غينيا وقال إن احنا حضرنا للمباراة في المغرب، وبيسأل إن انت هل منتخب مصر مستعد للاعب مثل نابي كيتا زي ما احنا مستعدين للاعب زي محمد صلاح؟ وذاكر المنتخب المصري كويس جدا، والخطوره مش شايفها بس في محمد صلاح، ولكن عندهم اكتر من لاعب على راسهم تريزيجيه وحارس مرمى منتخب مصر. فالراجل بيتكلم هو عامل حساب اكيد لمنتخب مصر، وشايف قد ايه ان هو بيمتلك عناصر مهمه مميزه. نابي كيتا طبعا واحد من نجوم يعني منتخب غينيا ونجوم ليفربول، فاعتقد هو مصدر قوه بالنسبه لهم. زي ما انت بتتكلم دايما عن محمد صلاح، فهو اكيد بيتكلم عن نابي كيتا، واكيد حق مشروع برضه في الاول وفي الاخر ان انت تبقى عايز تبقى موجود في كاس الامم الافريقيه 2023. كل ده حق مشروع اكيد لكل المنتخبات اللي هتكون بتشارك في التصفيات. احترام النجوم يعني من الفريقين والمديرين الفنيين بيكون ليهم كل احترام والتقدير، وده بيبان في التصريحات. فكره ان انا اكون بحترم زميلي، بحترم الطرف الاخر، بحترم الخصم اللي انا هواجهه، ده بيبان، وخصوصا من النجوم اللي عندهم فن التصريحات المحترمه والذكاء اللي بيكون على اساسه بتخرج التصريحات دي منهم قبل المباريات الكبيره. نروح معاكم لتصريح من نابي كيتا نجم ليفربول ومنتخب غينيا اللي كان في المؤتمر الصحفي. قال نابي كيتا مواجهة مصر كبيرة ونسعى لتحقيق الفوز. محمد صلاح صديقي، ولكن أنا أتواجد هنا للفوز وليس للفسحة والنزهة. طبعا تصريح يعني يحترم جدا، قد إيه بيتكلم على إنه محمد صلاح ده صديقه، ما بينهم كل احترام ومودة وتقدير، ولكن هو جاي هنا مش علشان يتفسح، هو جاي علشان يحقق الفوز. رغم إن محمد صلاح صديقه وزميله في ليفربول، ولكن إحنا جايين علشان نعمل حاجة، جايين علشان نفوز، جايين علشان نقدم أداء محترم يليق باسم طبعا منتخب غينيا. وده اللي بيأكد عليه نجم من نجوم منتخب الغيني وهو نابي كيتا. يمكن هتكون اول مواجهه بتجمع ما بينه وما بين محمد صلاح، ولكن هتبين حاجات كتيره جدا. هنشوف الدوافع عند محمد صلاح وعند نابي كيتا، واكيد هنشوف تماما يعني او بالتاكيد مباراه محترمه ومشرفه ما بين كلا الفريقين، وفي نفس التوقيت ما بين كلا اللاعبين. طبعا زي ما بيقول معلقنا ايمن الكاشف صديق الامس منافس اليوم، النهارده نابي كيتا في مواجهه محمد صلاح. تقرير عن مباراه اليوم مصر امام غينيا في 9 مساء، ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. ببدايه وانطلاقه جديده يعود المنتخب المصري للمنافسات الأفريقية بثوبه الفني الجديد والمتمثل في إيهاب جلال الذي تولى المهمة خلفا لكيروش بغية السعادة بريق الفراعنة، إذ تبدأ المهمة بمواجهة غينيا بالجولة الأولى من تصفيات أفريقيا 2023 بكوت ديفوار، مواجهة يتزعمها ثنائي ليفربول محمد صلاح ونابي كيتا، إذ تجمعهم المواجهة للمرة الأولى على الصعيد الدولي، فكلاهما يأمل في انطلاقة قوية لمنتخب بلاده بتصفيات القارة السمراء. صلاح الذي قدم موسما استثنائيا حصد فيه العديد من الجوائز، على رأسها الحذاء الذهبي كهداف للبريمير ليج ومستر أسيست وغيرها من الجوائز، يسعى لقيادة سفينة الفراعنة لاستعادة توازنها القاري بعد عدم التأهل للمونديال والهزيمة بنهائي الكان من النسخة الأخيرة، ويأمل صلاح في تحقيق ذلك من بوابة غينيا، خصوصا وأنها ليست المرة الأولى التي يواجه فيها المنتخب الغيني، حيث تعد هذه المواجهة هي الرابعة بعد 3 لقاءات آخرها كان في 2019 عندما صنع صلاح هدفين لزملائه لينتهي اللقاء 3-1، بينما كيتا الذي خاض 40 مباراة ساهم خلالها ب7 أهداف مع الريدز يخوض المواجهة الأولى أمام الفراعنة ويسعى هو الآخر لاستعادة بريق منتخب بلاده والعودة مجددا لمنافسات كأس الأمم بعدما ودع فريقه مبكرا في النسخة الماضية. المنتخب المصري في أول لقاء تحت قيادة إيهاب جلال ووسط مواجهة مرتقبة بين صلاح وكيتا، هل يكون للفراعنة الانطلاقة القوية في تصفيات الكان في أمسية الليلة باستاد القاهرة الدولي؟ طبعا كل الامنيات والتوفيق باذن الله لمنتخبنا الوطني النهارده امام المنتخب الغيني، نشوف مباراه بشكل مختلف، نشوف هويه لمنتخبنا الوطني باذن الله وشخصيه كده مختلفه عن السنين اللي فاتت، وكالعاده بنتفاعل مع حضراتكم من خلال سؤال الحلقه وده بيكون في اللعب. سؤال النهارده هي توقعاتك لنتيجه مباراه مصر امام غينيا في تصفيات كاس الامم الافريقيه، في اخر الحلقه ان شاء الله نكون بنستعرض اجاباتكم على سؤال الحلقه. نروح مع حضراتكم دلوقتي ونستكمل فقرتنا تصريح وتعليق، ولكن تصريح والتعليق بقى مش هيكون على جانب المنتخبات، هنروح معاكم لجانب الأندية ونتكلم عن لاعب من لعيبة النادي الأهلي اللي يمكن ما بتسمعلوش حصة، ما بتسمعلوش تصريحات كتيرة، وهو محمد محمود. بيقول: وقعت على بياض تقديرا وحبا للأهلي الذي ساندني طوال فترة إصابتي، وأعرب كمان لاعب الأهلي عن سعادته بتمديد عقده مع النادي، وأكد أن توقيعه على العقد جديد من أسعد لحظات حياته. قال محمود: وقعت على بياض تقديرا وحبا للأهلي الذي ساندني طوال فترة إصابتي، وكذلك الجماهير الوفية التي تدعمني بقوة منذ وصولي إلى النادي، وخلال فترة إصابتي التي استمرت ما يقرب من عامين جاءت الفرصة لرد الجميل والوفاء بالوعد الذي قطعت على نفسي بالتمديد على بياض، وهو ما حدث خلال الجلسة اللي جمعتني بأمير توفيق مدير التعاقدات. أكد كمان محمد محمود أن الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي كان داعم دايما لي وبقوة طوال الفترة اللي فاتت، لا سيما في الوقت اللي كان بيحتاج فيه للدعم والمساندة وللعلاج، وقال كمان أن الكابتن الخطيب تحدث معاه كتير جدا بكلمات مؤثرة علشان يشد دايما من عزيمته. اختتم محمد محمود تصريحاته وقال: أتمنى أن يكون تمديد عقدي فتحة خير بالنسبة لي في مشواري مع النادي الأهلي، وأعد الجماهير ببذل أقصى جهد خلال الفترة المقبلة. حين التصريح ده بيأكد على حاجات كتيرة جدا. محمد محمود للأسف من أكتر اللعيبة اللي كان حظها سيء، من أكتر اللعيبة اللي كان في رهان كبير جدا عليه إنه لما هيجي النادي الأهلي هتألق، هيكون كارت رابح، صفقة قوية جدا، ولكن يعني بعد فترة قليلة قوي هنتكلم على إنه محمد محمود ما لعبش غير 5 مباريات مع النادي الأهلي تقريبا، يعني ده الرقم اللي أنا متذكراه، 5 مباريات. نتكلم على إنه بعدها اتصاب وعمل رباط صليبي، اول ما رجع من الاصابه اتصاب تاني وجاله رباط صليبي تاني. في كده بعض اللعيبه تقول عليها حظها سيء، تقول عليها هي مش بس مش موفقه، لا هو حظه سيء، هو ربنا كاتب له كده، وده اختبار كبير جدا بيأكد على معدن اللاعب، بيأكد على انه اللاعب ده متمسك قد ايه بالنادي الاهلي. المشهد على بعضه ممكن يبدو للناس اللي بتتابع ان هو طبيعي او ان هو عادي انه يجدد او يمدد عقده مع النادي الاهلي، لكن خلينا ان احنا نشوف الصوره من زاويه تانية. ان النادي او نادي الاهلي في البدايه تحمل اللاعب اللي تعرض لاصابتين زي ما بقول لكم، من اخطر الاصابات اللي بيتعرض ليها اي لاعب، بتسبب غيابه لمده طويله، ممكن لا قدر الله ما يرجعش. اصابه الرباط الصليبي بيكون ليها مضاعفات وبتطول مع ناس كتير قوي. محمد محمود غاب لمده سنتين، يعني يمكن شارك تقريبا 5 مباريات طوال الفتره دي، لكن الاهلي كان حريص على ان هو يتحمل الفتره دي كلها وفتره غياب اللاعب ويحافظ عليه، وده اللي خلى محمد محمود بقى دلوقتي ان هو كمان يكون حريص على رد الجميل للنادي الاهلي، ويرفض تماما ان هو يناقش اي تفاصيل وامور ماليه وماديه وقت تمديد عقده. وقع على بياض المشهد بيأكد ان الرياضه مش بس ارقام وفلوس، الرياضه اخلاق، الرياضه علاقات ومواقف انسانيه تدرس ومشاعر متبادله ما بين كل الاطراف، وده اللي يمكن ما بيكونش في حسابات بعض اللعيبه او الانديه، او حتى بيكون موجود في علاقتهم ببعض. طبعا زي ما كانت بتتكلم فرح، محمد محمود واحد من اللعيبه اللي حظها سيء جدا جدا بطريقه، يعني يمكن اللي تابع واكيد متابع يعني القصه بتاعت محمد محمود، تعرض لاصابتين صعبين جدا، رباط صليبي زي ما اتكلمت فرح، فان انت ترجع مره ثانيه وان انت يكون النادي الاهلي بيجدد لك. اتمنى ان محمد محمود نشوفه في الملعب واحد من اللعيبه اللي بيمتلك يعني عنده مهارات تؤهله ان هو يكون بيلعب بشكل اساسي مع النادي الاهلي، ولكن الحظ بس كان سايق معاه. بنتمنى له اكيد كل التوفيق ان شاء الله، ويكون كده بيرجع مره ثانيه للملاعب باذن الله. طيب نستكمل مع حضراتكم وخبر تاني عن اليو باتجي. اليو باتجي واحد كان من لاعبي النادي الاهلي اللي كان يعني شارك على فترات مع النادي الاهلي، وخلاص بينتقل الى اميان الفرنسي بصفه نهائيه. من حوالي يمكن اسبوعين اتكلمنا عن اليو باتجي، وقلت لحضراتكم بشكل واضح ان موسيماني مش عايز اللاعب، وانه رفض اي مقترحات بعودته مره ثانيه بعد انتهاء اعارته لميان الفرنسي، وان النادي الفرنسي هيفعل بند شراء اللاعب. بالفعل امبارح كان اعلن امير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الاهلي عن انتقال اليو باتجي الى صفوف نادي اميان الفرنسي بصفه نهائيه، واعتقد ان باتجي مش هيبقى ليه مكان مع بيتسو موسيماني. ولما اتسال عن باتجي، بيتسو موسيماني رد قال انا مش شايفه معايا الفتره الجايه، مش عايز اللاعب، طريقه لعبه ممكن ما تكونش هتناسب النادي الاهلي، فهو مش ما عندوش قناعات فنيه باتجي، وده كان السبب اللي هو خرج اعاره اصلا من النادي الاهلي. بعد كده بيتم بيعه بشكل نهائي، لان موسيماني يعني هو عنده نظره في كل لاعب يكون موجود في تشكيله النادي الاهلي. اعتقد ان باتجي مش مناسب، ما كانش يعني مرضي لجماهير النادي الاهلي في الفتره اللي حتى قضاها مع النادي الاهلي، ولكن خلاص كل حاجه انتهت بشكل تام مع اليو باتجي، ونادي اميان الفرنسي هيكون موجود معاهم بدايه من الموسم الجاي بشكل نهائي وبيع نهائي من النادي الاهلي. الحقيقه انه هذا استقرار اي نادي عموما ما بيكونش ليها علاقه تماما بلاعب، يعني لما بنتكلم على انه اللاعب ده هيكون موجود او مش موجود ما بيكونش ابدا 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 ليه علاقه بهذا استقرار النادي ده. ولكن لما بنتكلم مع حضراتكم دايما في صباح اون تايم بيكون عندنا بعض الانفرادات ببعض يعني الاخبار من داخل الانديه، بنكون متاكدين 1000% قبل ما نقول الخبر ده. الحقيقه انا عايزه اشكر فريق الاعداد انه الفتره اللي فاتت كلها يمكن يكون خبر اليو باتجي عمل حاله اثاره وجدل كبيره جدا داخل برنامجنا، ويمكن عمل استياء ايضا لبعض الاشخاص انه فكره ايه ده انتوا بتقولوا انه اليو باتجي ماشي، انه في خلافات ما بين لجنه التخطيط وما بين مستر موسيماني وما بين، لا هو ده كان حقيقي على فكره. هو مستر موسيماني مش مقتنع باليو باتجي رغم ان هو متالق، وانه سانت امياه كان عايز يفعل بند الشراء، واحنا طلعنا مع حضراتكم وقلنا بالتوقيت ده انه ده اللي هيحصل، ولكن في بعض كده الاراء بتكون مش قادره تصدق الموضوع نفسه او مش قادره تصدق الخبر نفسه. لا ده حصل وبالفعل، وفعلا مستر موسيماني مش مقتنع باللاعب، وبالتاكيد تم تفعيل بند الشراء واليو باتجي انتقل بالفعل لسانت امياه. من اللعيبه الجيدين جدا، ولكن دايما بتكون قناعات من المديرين الفنيين. نروح مع حضراتكم لنموذج من النماذج الناجحه في الرياضه المصريه، واللي بشكل كبير قدرت ان هي تعيد الحياه للرياضه في المحافظات وفي وقت قياسي. انديه سيتي كلاب الشركه اللي نجحت في استثمار المنشآت الرياضيه بخطط انشطه رياضيه شامله علشان توسع قاعدة الممارسة الرياضية، واستضافت معسكرات المنتخبات نتيجة طبعا طبيعية للطفرة الغير مسبوقة في زمن قياسي. وضعت أندية سيتي كلاب خطط لإعادة الحياة لممارسة الرياضة في المحافظات من خلال استثمار جيد للمنشآت الرياضية، توظيفها بشكل متميز وسريع من خلال تجهيز الصالات المغطاة وإقامة حمامات سباحة رفيعة طبعا أو رفيعة المستوى ليمارس الشباب من كل فئات المجتمع بالمحافظات الرياضة المفضلة ليهم. ليس هذا فحسب، بل تقوم شركة سيتي كلوب على إدارة المنشآت الرياضية بمختلف المحافظات بفكر استثماري من خلال إعادة الحياة والروح للثروة الإنشائية الرياضية في مصر، ده طبعا بهدف استثمارها والاستفادة منها واستغلالها الاستغلال الأمثل. بتعتبر فكرة التطوير والتحديث أحد المبادئ الأساسية يعني بنيت عليها أندية سيتي كلاب، وكانت جزء لا يتجزأ أبدا من عقيدة شركة سيتي كلاب لإدارة المنشآت الرياضية. لذا وضعت الشركة خطة للأنشطة الصيفية بمختلف الفروع بهدف توسيع قاعدة الممارسة الرياضية، تحقيق الاستفادة المثلى لأوقات الفراغ لدى الشباب، وتبادل الثقافات أيضا ما بين المشاركين، ترسيخ ثقافة الممارسة الرياضية ومحو الأمية الرياضية. بتتضمن خطة الأنشطة الصيفية لأندية سيتي كلاب العديد من المفاجآت، على رأسها إنشاء سلسلة حمامات سباحة بمختلف الفروع على غرار ما حدث باستاد الفيوم لخدمة أهالي الفيوم، بجانب طبعا إنشاء أكاديميات رياضية في مختلف اللعبات، وليس فقط في لعبة كرة القدم، بمختلف المحافظات علشان يجهزوا الأبطال الرياضيين في المستقبل وإعدادهم بالشكل الجيد علشان يقوموا بتمثيل مصر في المحافل الدولية والحصول على الميداليات الأولمبية. لن تكون الاستفادة من هذه الأنشطة الصيفية قاصرة على أعضاء أندية سيتي كلاب فقط، بل تتضمن أيضا خطة التطوير للسماح لأهالي المحافظات من غير الأعضاء بالانضمام لهذه الأكاديميات في مختلف اللعبات مثل التنس، السباحة، الجمباز، الألعاب القتالية والإلكترونية أيضا. كمان أصبحت أندية سيتي كلاب محل ثقة الاتحادات الرياضية لاستقبال معسكرات المنتخبات الوطنية المختلفة، واستقبلت ملاعب نادي سيتي كلاب فرع الشروق بعد تجهيزها بالرمل معسكر منتخب مصر لكرة اليد الشاطئية استعدادا لكأس العالم في اليونان في الفترة من 21 ل 27 من شهر يونيو الجاري. استضاف استاد الفيوم أيضا معسكر منتخب مصر لرفع الأثقال، واستضافت صالة سيتي كلاب في فرع بنها بنادي بنها الرياضي مؤخرا أول مباراة رسمية في الكرة الطائرة ما بين فريقي نادي بنها الرياضي ونادي هوليليدو. كمان استقبلت صالة نادي سيتي كلاب طنطا مباريات الدورة المجمعة الأولى والثانية للمنافسة على البقاء في الدوري المحترفين لكرة اليد. كمان أقيمت مباراة نهائي دوري مراكز الشباب بمحافظة بني سويف ما بين مركز شباب الحكمنة ومركز شباب العبور على ملعب سيتي كلاب فرع بني سويف، وانتهى اللقاء بفوز مركز شباب الحكمنة بهدفين دون رد. استضافت ملاعب دي سيتي كلاب أيضا أسوان فعاليات النسخة الثالثة من أولمبياد المحافظات الحدودية أسوان 2021 من مشاركة 18,000 رياضي من 6 محافظات حدودية مصرية هي شمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر وأسوان والوادي الجديد ومرسى مطروح. واستضافت الملاعب منافسات في رياضات كرة القدم الخماسي والكرة الطائرة وتنس الطاولة والكاراتيه وألعاب القوى وكرة يد وكرة السلة والسباحة والكرة الطائرة جلوس ورياضات أخرى جماعية وفردية. بتسعى سلسلة سيتي كلاب لتقديم خدمات مختلفة أيضا فريدة ومميزة لكل أفراد الأسرة في مكان واحد لأول مرة المدن والأقاليم، لتضاهي طبعا في جودتها الموجودة بأفضل مجتمعات الأندية في القاهرة. وبتضم خريطة سلسلة أندية سيتي كلاب فرع في محافظات أو 12 محافظة في مصر، الدلتا والصعيد والقناة، مدن شبين الكوم، العاشر من رمضان، طنطا، العبور، الزقازيق، كفر الشيخ، بنها، أسوان الجديدة، بني سويف، سوهاج، دمنهور، الأقصر، وفي الطريق المنيا والسويس. سيتي كلاب طنطا، سوهاج، دمنهور، دمنهور، بني سويف، الأقصر، كفر الشيخ، السويس، المنيا، شبين الكوم، السباحة وكرة اليد. زي ما تابعنا مع حضراتكم في حاجات كتيرة جدا 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 موجودة في سلسلة طبعا أندية سيتي كلاب، والحقيقة إنه في خدمات متعددة وتطور شديد جدا استعرضناه مع حضراتكم، وفي خطة أيضا مستقبلية علشان يكون في خدمات أكتر لخدمة الرياضة المصرية في كل مكان. بنحيي طبعا سلسلة سيتي كلاب على كل المجهود الكبير جدا اللي قدروا إن هم يشتغلوا عليه خلال الفترة اللي فاتت، وطبعا ده هيكون نتائجه هنشوفها مع حضراتكم خلال الفترات المقبلة. طبعا يعني انجازات كبيره جدا في وقت يمكن قصير جدا. خلونا نتعرف على كل التفاصيل مع الاستاذ اشرف الفار، رئيس قطاع الرياضه بانديه سيتي كلاب. يا استاذ اشرف صباح الفل على حضرتك. صباح الخير يا يحيى، صباح الخير يا فرح، واهلا بيكم في اون سبورت. صباح الخير على حضرتك طبعا يا استاذ اشرف. وفي البدايه عايزين نروح مع حضرتك، يعني الحقيقه ان انا استعرضت كل الانجازات العديده في كل الفروع، وده بياكد على انه الفتره اللي فاتت كان في شغل كتير قوي علشان نستعرض كل الانجازات دي. فروع عديده بتاكد على انه في تطور في الرياضه في كل الرياضات، مش رياضه كره القدم فقط. فطبعا واضح انه في فكر وخطه انتوا ماشيين عليها بقالكم فتره كبيره. بصراحة احنا كنا قعدنا في اجتماع موسع مع السيد رئيس مجلس الإدارة سيادة العميد محمد مرجان، وطلب مننا ان احنا نحط خطة قصيرة الأجل وخطة طويلة الأجل في مجال الاستثمار الرياضي، بتشمل كذا محور من المحاور، أولها صناعة البطل، اكتشاف المواهب، ممارسة أكبر عدد من الأعضاء وغير الأعضاء في جميع محافظات مصر لانتشار الرياضة، بالإضافة لأعضاء طبعا سيتي كلاب ان هم بيستفادوا من الرياضة اللي احنا عملناها. بدأنا نشتغل في كذا محور، أولاً على المراحل السنية الصغيرة، أنشأنا أكاديميات في كل الألعاب الرياضية، بدأنا قدم سلة وطايرة ويد وسباحة وتنس وسكواش، ودخلنا ألعاب جديدة. احنا طبعاً عارفين إن في مصر كل محافظة بتشتهد بحاجة، يعني زي الملاكمة في الفيوم ورفع الأثقال، عملنا حلبة ملاكمة، عملنا صالة كاملة لمنتخب مصر رفع الأثقال وهو بيتمرن فيها قبل أي بطولة دولية. اشتركنا بالنسبة لأعضائنا في الاتحادات الرياضية، فتحنا استادات للأكاديميات وجبنا أحسن ناس في كل لعبة، في مجال كل لعبة. في كرة اليد استعنا بالكابتن حسن يسري والكابتن أحمد الأحمر، في الكرة الطايرة في أحمد صلاح وعبد الله عبد السلام. كرة اليد حضرتك مش كرة الطايرة؟ لا كرة اليد أحمد الأحمر والكابتن حسن يسري، وفي كرة الطايرة الكابتن أحمد صلاح وعبد الله عبد السلام، وفي كرة القدم الكابتن سيد معوض والكابتن علاء نبيل كابتن علاء. تمام. فعارفه بنستغل برضو الشخصيات دي وخبراتها في مجال كل رياضه ان احنا نبدا نعمل اكاديميات، نبدا من المراحل السنيه الصغيره. اشتركنا بالنسبه لاعضاء النادي في الاتحادات الرياضيه عشان نمارس البطوله. يبداوا يخرجوا من مرحله الاكاديميات. كان عندنا تعليمات واضحه جدا من رئيس مجلس الاداره ان احنا نبدا في تنظيم بطولات. يمكن احنا في صدد تنظيم بطوله كاس عالم مصغره لكره اليد الشاطئيه في الشروق، منتخب مصر لكره اليد الشاطئيه بيتمرن عندنا هناك في سيتي كلاب بالشروق. نفس الكلام بالنسبه للصالات المغلقه اللي كانت مغلقه فتره طويله، فتحناها وعملنا لها صيانه وتطوير، استضفنا جميع بطولات كره السله والطايره واليد على مستوى الناشئين والناشئات وعلى مستوى كرة اليد في النهائيات بتاع بطولة كرة اليد سيدات. فاحنا واخدين الرياضة في مجال. الحقيقة يا استاذ اشرف يعني حضرتك بتتكلم عن انجازات كبيرة جدا في وقت قصير جدا وتطوير منظومة رياضية. يعني انا شايف من حتى لما كانت فرح بتقول وبتستعرض كل الانجازات اللي حضراتكم وصل لها في الوقت ده، حضراتكم شغالين على منظومة رياضية بتطوير بشكل كبير جدا، بداية من قاعدة الناشئين في كل اللعبات لحد يعني موجودين في كل حتة. فاعتقد هي انت حضراتكم شغالين على تطوير المنظومه الرياضيه، وده شيء يحسب الحقيقه لكل الناس اللي اشتغلت على المشروع ده. عايز اتكلم مع حضرتك في نقطه مهمه جدا، وهي حضرتك اتكلمت عن خطه قصيره الاجل وخطه على مدى الطويل. المدى الطويل هيكون الشكل عامل ازاي الفتره اللي جايه؟ يعني بعد كل الانجازات اللي اتحققت الحقيقه في الوقت القصير ده، اكيد على المدى البعيد راسمين رسمه ثانيه خالص يا استاذ اشرف. طبعا احنا هدفنا صناعه بطل اولمبي واكتشاف افضل المواهب. يمكن احنا دلوقتي شايفين ان كل عائله او كل حد، بالرغم من في قصور في مجال الرياضه او الملاعب الرياضيه، لا دي احنا بنفتحها. كل اب وام نفسه يشوف ابنه محمد صلاح، نفسه يشوف ابنه لاعب تنس، نفسه يشوف ابنه مميز في لعبه معينه. دي هتبقى الخطوه القادمه بتاعنا، ان احنا نرعى الابطال دي، نكتشف مواهبهم، نقدر نحافظ عليهم، نقدر نقدم لهم اكبر رعايه ممكنه. يمكن ان احنا نفوز باربع او خمس ميداليات في الاولمبياد في دوله زي جمهوريه مصر العربيه، ده بتبقى حاجه محزنه انا شايفها، بالرغم من الامكانيات الجسمانيه والبدنيه في كل فروع المحافظات اللي احنا مش عارفين نستفيد منها. يمكن زمان حتى في مجال كره القدم لو تفتكر كان الناس بتلعب كره في الشوارع وفي المدارس وكده، دلوقتي يمكن ما فيش مجال حتى ان هم يعرفوا يمشوا في الشارع. لا، احنا الخطه بتاعتنا ان احنا الاستادات كلها هتتفتح، هنستقبل جميع اللعيبه، هنعمل لهم اكاديميات، هنختار اللعيبه المميزه فيهم، هنبدا نرعي المواهب، هنبدا نصنع بطل لمصر، بطل من صناعه سيتي كلاب. حقيقي ان احنا بنحييك جدا يا استاذ اشرف، يعني كونك رئيس قطاع الرياضه، في ان حضرتك تكون مهتم بكل الرياضات دي، وبتتكلم على انه احنا مش بنتكلم على فرع واحد، بنتكلم على 12 فرع، فطبعا ده عامل يعني على فكره فرع هم 20 فرع، يعني احنا 20 اللي شغال دلوقتي 12 13 واحنا بصدد الانتهاء من 7 فروع كمان في جميع محافظات مصر. هايل، وده بيأكد على ان يكون في انتشار لقاعده الرياضه لكل ايضا الاعمار السنيه، وبنأكد على انه الاطفال والناشئين في السن ده بيكونوا محتاجين رعايه رياضيه جيده جدا علشان يكون عندهم طموح ونطلع ابطال اكتر طبعا يا استاذ اشرف، وده اللي دايما بنسعى عليه في مصرنا الحبيبه. وفي نفس الوقت والله يا فرح احنا برضو بنحاول هنضيف جانب تاني كان اكتشفناه، اللي هو الرياضه للجميع، ان في مرحله الناس اللي عدت مرحله المنافسه وعدوا مثلا سن 26 27 سنه وما عندوش مجال انه يلعب رياضه، لا احنا هنبدا نعمل حاجه اسمها رياضه للجميع، من حقهم يمارسوا الرياضه في اوقات، هنسيب لهم الملاعب مفتوحه، هنجيب لهم مدربين كويسين يحافظوا على صحتهم النفسيه والبدنيه، فهتبقى جانب حلو حتى لاعضاء النادي وللناس اللي هي بتلعب رياضه. فكره رائعه استاذ اشرف، شكرا جزيلا لوجود حضرتك معنا، الى مزيد من التوفيق دائما لسيتي كلاب ولكل فروع. أستاذ أشرف الفار رئيس قطاع الرياضة بأندية سيتي كلاب، شكرا جزيلا لوجود حضرتك معنا. طيب يعني خلينا نرجع مرة تانية ونستكمل، ويمكن في ظل المباريات بالأمس، ولكن هتكلم عن لقطة كده يمكن حصلت امبارح في مباراة انجلترا والمجر في دوري الأمم الأوروبية، هحكي لكم تفاصيلها سريعا. اليويفا كان موقع غرامة على الاتحاد المجري ب 200,000 فرنك سويسري بجانب مباراتين على أرضه من غير جمهور، وده كان بسبب إساءة عنصرية من جماهير المجر خلال مباراة إنجلترا في بودابست. طيب امبارح ورغم منع الجماهير ولكن كان في 30,000 مشجع موجودين ضد إنجلترا امبارح. هتقول لي إزاي؟ هقول لك إيه اللي حصل بالظبط. الاتحاد المجري استغل ثغرة موجودة وهي في عقوبة حظر المشجعين، اللي يعني العقوبات عندهم مش موجودة على الأطفال اللي بتقل أعمارهم عن 14 عام، فهم عملوا إيه؟ جابوا كل 10 أطفال كمان بيبقى معاهم شخص بالغ العمر، يعني اللي هو عنده عادي يعني شخص كبير، وعشر أشخاص أقل من 14 سنة، ومالوا الاستاد، وكان في 30,000 مشجع امبارح في الاستاد. يعني فدي الفكره اللي اشتغلوها امبارح، او الثغره اللي لعبوا عليها امبارح الاتحاد المجري، وشفنا موجودين في الاستاد امبارح جمهورهم موجود بيؤازر بيشجع، ان انت توصل في الاخر تبقى عندك العدد ده 3000 شخص موجود في الاستاد وانت اصلا ممنوع من الجماهير. فاعتقد الموضوع يعني في ثغرات كده اللي هي لو تستغل صح هتشوف المنظر اللي حضراتكم شايفينه ده. يعني طبعا ده بقى عارف ايه اللي يقول لك، اما تشغل دماغك طبعا انا هنشغل دماغنا ازاي؟ 3000 شخص كبير والباقيين كلهم اللي هم مش اطفال كمان، يعني اقل من 14 سنه ده بالظبط. هو يعني هو عارف مشجع وواعي ورايح يشجع كوره بالظبط. اهم حاجه تشغل دماغك صح، حايل على القانون، تستثمر دماغك في المكان الصح مشاهدينا لسه عندنا فقرات واخبار كتيره جدا النهارده في صباح أون تايم، ولكن نستأذنكم فاصل قصير ونرجع لكم مره ثانيه، انتظرونا. مشاهدينا بجد الترحيب بحضراتكم مره ثانيه، لسه مستمرين مع حضراتكم في صباح أون تايم، ونبدا اخبارنا بأون فاير نيوز. بيدرس الجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة الكابتن إيهاب جلال استبعاد محمد صلاح لاعب ونجم ليفربول الإنجليزي عن مباراة إثيوبيا الخميس المقبل، وشايف الكابتن إيهاب جلال إن هو هيدي محمد صلاح فرصة للراحة. يعني خلاص خلص البريمير ليج، خلص الموسم الكروي في أوروبا، فأعتقد إن اللعيبة اللي هتبقى جاية من الدوريات الأوروبية محتاجة إن هي تريح، وأعتقد إن ده شافه كابتن إيهاب جلال في ظل إن أنت ممكن ما تكونش محتاج محمد صلاح في مباراة إثيوبيا، فممكن تديله الراحة اللي هو يستغل الوقت اللي هو بتاع انتهاء موسم طويل جدا مع ليفربول. كابتن إيهاب جلال هيقعد مع محمد صلاح بعد انتهاء مباراة غينيا ان شاء الله، بعد مباراة النهارده باذن الله نتمنى فيها اكيد كل التوفيق لمنتخبنا الوطني، وهيحدد معاه فكرة ان هو يكون بيريح او بيستبعد من مباراة اثيوبيا. دايما لما بنتكلم على المنتخب المصري او بنتكلم على المشهد الكروي ككل بيسعدنا ويشرفنا دائما يكون معانا نجوم يتحدثوا معانا ويكون عندهم خبرات في مجال كرة القدم. هيكون معانا دلوقتي في لايف خاص لصباح اون تايم الكابتن أمير عزمي مجاهد نجم نادي الزمالك ومنتخبنا المصري السابق. بنصبح على حضرتك يا كابتن أمير، صباحك زي الفل. صباح الخير يا فرح وصباح الخير يا يحيى. يا كابتن مصر صباح الفل عليك، وحشنا يا كابتن أمير. كابتن أمير أنا بشوفك في التلفزيون بس. صباح وأنت والله يا يحيى. حبيبي يا كابتن. بقى يحيى. حبيبي، يعني خلينا نبتدي سريعا. ومباراة مصر النهارده أمام غينيا إن شاء الله، المباراة الأولى للكابتن إيهاب جلال بطموح مختلف، وأكيد يمكن شكل مختلف نتمناه نشوفه مع منتخب مصر ومع الكابتن إيهاب جلال. النهارده مباراة شايفها صعبة، شايفها مباراة مش هتكون صعبه بالنسبه لان انت بتلعب هنا في استاد القاهره في وسط جمهورك في وسط اللعيبه. غينيا المنتخب اللي تقلق منه ولا لا؟ والله يا يحيى انا عايز اقول لك البدايات كلها على طول بتبقى صعبه، اللي هي اول بدايه تصفيات او بدايه بطولات او اي حاجه بتبقى صعبه. انا شايف ان مفيش منتخب في افريقيا دلوقتي بقى ضعيف. يمكن انا امبارح كنت بتفرج على بعض المباريات، اتفرجت امبارح على الجزائر، شفت بعض اللقطات للسنغال امبارح. كل الماتشات صعبه جدا. المهم جدا البدايه تكون كويسه ان شاء الله، خاصه زي ما انت قلت اللي بتلعب على ارضك. منتخب غينيا انا شايف منتخب بيلعب كره كويسه، ويمكن عندهم لعيبه محترفين في انديه كتير في اوروبا، فمهم جدا تكون بدايه كويسه ان شاء الله. باذن الله النهارده نقدر نعمل نتيجه كويسه باذن الله، تبقى افتتاح كويس للتصفيات باذن الله. رأيك إيه يا كابتن أمير في تصريحات الكابتن إيهاب جلال لما اتكلم على المجموعات وقال إن مجموعة منتخب مصر مجموعة قوية؟ تعليق حضرتك إيه؟ يعني زي ما قلت لك يا فرح، مفيش فرقة في أفريقيا الوقت ضعيفة، وده يمكن شفناه أخيرا في بطولة الأمم الأفريقية، اللي شفنا بعض المنتخبات اللي ما عندهاش تاريخ كبير او ما كسبتش قبل كده مثلا بطولات، وصلوا أدوار 8 ودور 4. فزي ما قلت لك الكوره اتقدمت في افريقيا، معظم لعيبه افريقيا دلوقتي بتبقى بتلعب في الدوريات الاوروبيه. لكن زي ما قلت يعني اتمنى النهارده باذن الله تكون بدايه كويسه، اتمنى يكون في دعم جماهيري النهارده. يمكن امبارح يا فرح لو تتفرجي على الملاعب كلها، كل الملاعب متقفله من الجمهور. والحاجه برضو اللي عايزه يعني انوه اليها، اللي احنا شفنا الفتره الاخيره كان في عقوبات على منتخب السنغال بعد مباراتنا معاهم، ولقينا الملعب امبارح كان مقفول بالجمهور، ودي حاجه برده محيره جدا. لكن زي ما قلت لك اتمنى النهارده مش لازم يكون الماتش مصيري، هو انا بالنسبه لي ماتش مصيري، يعني الماتشات كلها مصيريه. مش لازم ماتش تكون مثلا بتلعب على ماتش توديك كاس عالم او ماتش نهائي فنلاقي الاستاد مقفول، لا نتمنى النهارده اللي يكون في دعم جمهور، نتمنى اللي يبقى فيه جمهور كتير. وانا شايف ان المباراه النهارده مباراه مش سهله. منتخب غينيا انا من فرق، هي ومالي الفرق دي من الفرق اللي عندهم كوره كويسه، يعني دول منتخبات افريقيه بس بيلعبوا كوره. فمهم جدا النهارده البدايه، ومهم جدا اللي المباراه تخلصها بدري. كل ما المباراه تخلص بدري او تسجل هدف كل مباراه سهلت، لكن كل ما الوقت عدى والنتيجه تعادل او لا قدر الله في تقدم لمنتخب غينيا هتلاقي المباراه هتبقى صعبه. فمهم جدا البدايه، مهم جدا النهارده. انا في وجهه نظري ان الكابتن إيهاب برضه لما يعتمد على اللعيبه اللي مفنشه او اللعيبه اللي هي كان يعني بتلعب بصفه اساسيه في الفتره الاخيره مع كيروش قبل ما يرحل. دي مهم جدا، اللي زي ما احنا عارفين ما كانش فيه وقت برضه للكابتن إيهاب، يمكن 5 ايام المعسكر كان معسكر مش طويل قوي. فالمجموعه اللي هيبقى عليها التركيز المجموعه نقول اللي هي فنشت مع منتخب مصر الفتره الاخيره. كابتن أمير يعني من اكيد معرفتك بالكابتن ايهاب جلال وطريقه اللعب الانسب للكابتن ايهاب مع منتخب مصر في ظل العناصر واللعيبه اللي موجودين، هل الكابتن ايهاب جلال النهارده هيبدا اللقاء بشكل دفاعي هيقفل وهيعمل كثافه عدديه في نص الملعب، ولا هيبدا بشكل هجومي وهيميل اكتر للكره الهجوميه اللي كان بيتكلم عنها ان احنا هنرجع منتخب مصر مره ثانيه يكون عنده الدفعه الهجوميه وعنده الشكل الهجومي المميز؟ شايف ايه الاقرب للكابتن ايهاب جلال كبدايه لقاء النهارده امام غينيا يا كابتن امير؟ لا الطبيعي يحيى انت بتلعب على ارضك، مش لازم يبقى فيه توازن، بس طبعا لازم يبقى عندك زي ما بيقولوا صبغه هجوميه. ما ينفعش النهارده اللي انا بلعب على ارضي والعب مثلا بكثافه في نص الملعب وادافع، لا انت النهارده بتلعب عايز تكسب مباراه. انا شايف ان المجموعه بتاعتنا مهم جدا، اللي انت اول ماتشين او ثلاث ماتشات اللي انت تجمع نقاط فيهم، اللي بعد كده بيسهل لك القصه. خلي بالك انت الماتشات في الجو اللي احنا فيه ده في افريقيا، ما تعرفش انت ما تسافر تلعب مع اثيوبيا او تلعب مع الفرقه الثانيه، الجو بيبقى صعب جدا في افريقيا، الملاعب بتبقى صعبه شويه في افريقيا، فمهم جدا ان انت النهارده على ارضك تاخد الثلاث نقاط يريحوك بعد كده. فاكيد هيبقى في توازن. الكابتن ايهاب احنا متعودين عليه، بيحب الاستحواذ كتير، بيحب تلعب الكره على الارض، اللي انت تبدا الهجمه وكل حاجه، ودي حاجه كويسه. لكن زي ما قلت لك كل مباراه بيبقى ليها تكتيك معين او شكل معين، لكن طبعا انا شايف ان النهارده مهم جدا اللي يبقى فيه توازن في الخطوط او تقارب في الخطوط، في توازن في طريقه اللعب. لكن اكيد النهارده اللي انت لازم يبقى عندك النزعه الهجوميه من اول دقيقه، اللي انت النهارده بتنزل بتقول للفرقه دي انا نازل اكسبك، لكن النهارده هتدافع او مثلا تلعب بكثافه او بيكتر العدد اللعيبه في نص الملعب، لا انا شايف دي بتبقى اسهل للفرق اللي هي بتبقى زي الفرق اللي انت بتلعبها. لكن اللي انا بحذر منه منتخب غينيا، انا في وجهه نظري منتخب محترم، منتخب بيلعب كوره، عندهم لعيبه، يمكن عندهم نابي كيتا لعيب ليفربول اللي بيلعب مع محمد صلاح، عندهم لعيبه بيلعبوا في الدوري الفرنسي، لا منتخب كويس، فبرضه الماتش مش سهل. لكن زي ما قلت لك لازم يبقى في توازن، في تقارب في الخطوط، وانا شايف ان الكابتن ايهاب طريقته بتميل ل 4-3-3 يعني صح. هو خلي بالك طريقته اللي بيلعبها او يعني بيلعب 4-3-3 على طول. لكن برضو انت النهارده منتخب مصر عندك القماشه كتير، عندك لعيبه كتير، انت عندك لعيبه مصر كلها ولعيبه محترفين، فاكيد انت النهارده هتعمل طريقه لعبك على العناصر اللي عندك او اللي تنجح طريقتك. فانا شايف ان شاء الله النهارده لازم تبقى البدايه كويسه، بدايه هجوميه من اول دقيقه، ولازم نستغل النهارده واحد زي محمد صلاح، اكيد هو من احسن لعيبه في العالم، هتلاقي المنتخب هنا عاملين له حظر، عندك عمر مرموش على الطرف الناحيه الثانيه، عندك مصطفى محمد سنتر فيرود، عندك في نص الملعب لعيبه كويسه، عمرو السليه لو جاهز، فعندك لعيبه كويسه. يعني انا شايف المنتخب بيبقى اسهل من الانديه، اللي انت عندك كل لعيبه منتخب مصر، فمتاح ليك اللي انت تشارك اي لعيب من اللعيبه الموجوده يعني. طيب كابتن امير، لو رحنا معاك لمركز واتكلمنا عن الغيابات، وفي نفس التوقيت اتكلمنا على العناصر الجديده اللي انضمت لمنتخبنا المصري، عايزه اتكلم معاك على مركز الباك ليفت والباك رايت، من وجهه نظرك النهارده مين اللي يكون مشارك في المركزين دول، على الاخص ان دايما لما بنتكلم على ستيرد باك او بنتكلم على المدافعين زي احمد حجازي مفيش بديل لانه لاعب يعوض لاعب يكون نفس امكانياته، ولكن بنشوف لعيبه تانيين ممكن يكونوا بكفاءه جيده، عندهم خبرات دوليه زي محمود علاء، طبعا محمود الونش، علي جبر، ولكن عايزه اكلمك على المراكز اللي بيكون فيها كلام كتير يعني اراء مختلفه، فشايف مين اللي يكون بيلعب في مركز الباك رايت والباك ليفت؟ يعني انا شايف اللي عمر جابر بيأدي الفتره الاخيره بيأدي بشكل جيد مع بيراميدز، ويمكن هو اللي كان مفنش مع منتخب مصر، فانا شايف وعنده خبرات دوليه، فانا شايف ان عمر جابر ممكن يبقى اقرب للمكان ده. الناحيه الثانيه باك شمال انا شايف كريم حافظ لعيب كويس، يمكن كريم انا في فتره انا كنت بلعب فيها بره، كان بيلعب معايا في نفس الدوري، وبعد كده راح فرنسا وبعد كده راح تركيا. كريم حافظ من اللعيبه كويسه جدا، وممكن اللعيبه اللي ما كانش عليها سبوت كبير قوي، لكن انا شايف النهارده لو خد فرصه وبدا وهو الارجح اللي هيبقى كريم حافظ، من اللعيبه كويسه جدا، من اللعيبه اللي بيعمل كروس كويس قوي، لعيب عنده مهاره التسديد كويسه جدا، فانا شايف ان الاثنين دول ممكن النهارده يكونوا الاقرب. خط الدفاع انا شايف اللي ممكن الونش يكون موجود، وممكن محمد عبد المنعم يكون موجود برضو، اللي محمد عبد المنعم كان بيلعب الفتره الاخيره مع منتخب مصر وتألق بشكل كبير، ومعهم برضو محمود علاء. لكن انا شايف زي ما قلت كريم حافظ وعمر جابر ممكن يكونوا الاقرب للبدايه النهارده ان شاء الله. باذن الله. يعني اعتقد النهارده كابتن امير ممكن يكون اللي اقرب، او يعني بشوف انا يعني ان ياسر ابراهيم ممكن يكون اقرب النهارده بجانب الونش، في لو انت بتتكلم على اثنين مساكين. لكن لو عايز اتكلم معاك برضه في نقطه ثانيه، وهي فكره الثلث الهجومي لمنتخب مصر اللي نفسنا يكون ليه هويه وشكل مختلف عن السنين اللي فاتت. يعني شايف النهارده اللي يكون البدايه بمين؟ هل عمر مرموش بيبدا زي ما بدا مع كراش 9 في بعض المباريات؟ هل يرجع مره ثانيه كهاف ليفت؟ محمد صلاح كده كده مكانه موجود، تريزيجيه يكون موجود. شايف مين الانسب للثلث الهجومي منتخب مصر النهارده امام غينيا؟ انا متوقع طبعا. انت عندك عمر مرموش كان بيبدا بالفتره الاخيره كلها وراجل بيأدي بشكل جيد جدا. تريزيجيه برضو ممكن تستفيد منه يحيى في الحته زي ما انت قلت اللي هي 9 بيلعبها كويس قوي. لو ممكن بيلعب 4-3-3 ممكن تستفيد برضو بتريزيجيه يبقى ثالث في نص الملعب. لكن هي خلي بالك مش هيبقى فيها تغييرات كتير او مش هيبقى فيها مفاجآت. انا متوقع كده، متوقع اللي هيبقى البدايه بمحمد صلاح وعمر مرموش ناحيه الشمال، وممكن يستفيد بتريزيجيه في الحته زي ما قلت لك. لو بيلعب 4-3-3 يبقى ثالث في نص الملعب. 4-2-3-1 ممكن يكون بيلعب في الحته اللي هي تحت راس الحربه، وممكن يحصل فيها تبديل اثناء المباراه اللي عمر مرموش يخش لجوه وتريزيجيه يطلع بره او العكس ساعات. لكن انا شايف احنا عندنا استقرار في الحته دي من ساعه ما كيروش كان موجود، والكابتن ايهاب عنده لعيبه كويسه في الحته دي. انت مشكلتك انا شايف المشكله اللي منتخب مصر ممكن فيها بيبقى فيها مشكله الحته بتاعت نص الملعب اللي ممكن معظم اللعيبه بتبقى شبه بعض. يعني انا شايف اللي حمدي فتحي مع السوليه مع النني طبعا مش هيكون موجود النهارده. الثلاثه لعيبه كويسه، بس اللعيب الثالث بتاعهم اللي يختلف، اللعيب اللي هو بقى عنده النزعه الهجوميه او يبقى بصير زي ما بيقولوا في الحته الهجوميه. لكن انت عندك الاطراف، لا انا شايف منتخب مصر عنده الحته دي كويسه جدا. راس الحربه عندك مصطفى محمد مع احمد عاطف ممكن يبقى بديل ليه. فلا انا شايف منتخب مصر منتخب زيزو ممكن يكون ليه دور النهارده كابتن امير ولا لا؟ لكن نتمنى طبعا زيزو لعيب كبير، وزيزو كمان بيبقى موجود في المنتخب كان بينزل يعمل الفرق. لكن انت برضو عندك واحد ناحيه اليمين من احسن اللعيبه في العالم طبعا، وعمر مرموش برضو في الدوري الالماني شغال بشكل كويس طبعا. فممكن يبقى خلي بالك طول ما يبقى عندك دكه كويسه، دكه تقدر تعمل لك الفرق، قوه الفرق بتبان من دي. فانا شايف ان دكه منتخب مصر تقدر. كابتن امير، هل ممكن ان احنا نشوف والبدايل لما بتبقى عنصر من العناصر الجديده زي محمد ابراهيم، احمد عاطف او ابراهيم عادل؟ يعني عنصر من الثلاثه دول ممكن نشوفه النهارده ولا لا؟ ممكن، بس هي مشكله زي ما قلت لك. بص انت قلت يا فرح دلوقتي وانت بتتكلمي، قلتي انا يعني محمد ابراهيم دلوقتي كمان ما كانش جاي في بالي ولا ابراهيم عادل. صحيح. لا انا طبعا ممكن نشوف الناس دي، لكن زي ما قلت لك انا لكن انا زي ما قلت لك برضو انا في وجهه نظري اللي هو هيبقى الاعتماد او البدايات عامه، عشان البدايه بتبقى صعبه على طول. فممكن نقول الاعتماد هيبقى على معظم اللعيبه اللي فنشت مع منتخب مصر. تمام. وممكن اجزاء، عشان كده حضرتك اخترت يعني عمر جابر مش عمر كمال عبد الواحد. لا انا اخترت عمر جابر، اللي عمر جابر بيأدي بشكل يعني هو ده مكانه. عمر كمان عبد الواحد برضه لعيب كويس وكل حاجه. تمام. بس زي ما قلت لك عمر جابر هو مركزه. يعني عمر كمان عبد الواحد لما كان في المصري يقدر يلعب هاف، يقدر يلعب. صحيح. عنده الثلث الهجومي بيقدر يلعب فيه. لكن انا شايف اللي برضه هيبقى في البدايه لازم يبقى فيه يعني حذر شويه برضه، او ناس بتلعب في اماكنها، وبعد كده اثناء المباراه بيحصل تغييرات من جوه المباراه. لكن زي ما قلت لك انت النهارده فرح انت بتتكلمي على ابراهيم عادل وعلى احمد عاطف وعلى احمد حمدي كمان بيلعب في تورنتو الكندي لعيب كويس جدا طبعا. مع محمد ابراهيم، لا الكابتن ايهاب انا شايف النهارده يعني محظوظ بالسكواد اللي عنده. انا اعتقد ان احنا هنشوف ابراهيم عادل النهارده يا كابتن امير. لكن من البدايه اكيد اصل هو كان معاه في بالظبط كده، ومحمد ابراهيم برضه كان مع كابتن ايهاب في المقصه وعنده ثقه. يعني ايا كان مين اللعيبه اللي هتكون موجوده النهارده كابتن امير، هو اولا واخيرا كلنا بنتمنى التوفيق لمنتخب مصر، نتمنى التوفيق للكابتن ايهاب جلال. كابتن امير بشكرك شكرا جزيلا، ودايما بتنورنا وبتشرفنا. واحد من نجوم مصر ونجوم نادي الزمالك كابتن امير عزمي مجاهد اللي كان معانا، وتفاصيل فنيه عن مباراه منتخب مصر امام غينيا النهارده. بنشكرك شكرا جزيلا. مشاهدينا لسه مكملين مع حضراتكم، ولكن بعد الفاصل نواصل. عودة لحضراتكم مرة تاني، لسه بنستكمل معاكم باقي فقراتنا وأخبارنا في صباح أون تايم. وصلنا معاكم دلوقتي لأخبار القلعة الحمراء. النادي الأهلي بيترقب مسؤول النادي الأهلي موافقة بيتسو موسيماني على مصطفى شلبي جناح فريق إمبي علشان يتفاوضوا معاه ويتفاوضوا مع ناديه علشان يشتروه. طبعا ده في نهاية الموسم الحالي بعد ما ظهر اللاعب بمستوى لافت للنظر مع الفريق الفيومي في الموسم الحالي، وكمان خطف الأنظار ليه بشدة. كمان مصطفى شلبي جناح امبي بقى دلوقتي محل اهتمام قطبي الكره المصريه سواء اذا كان الاهلي او الزمالك، وفي كلام كده عن المنافسه على التعاقد معاه في الفتره الحاليه للظفر بخدماته في الموسم الحالي. بينوي مسؤول النادي الاهلي عرض جناح امبي على موسيماني علشان يشوفوا كده رايه هيكون ايه في اللاعب سواء اذا كان عايزه او لا، خاصه ان هو بينال اعجاب مسؤولي شركه الكره ولجنه التخطيط ايضا بالنادي قبل ما يتخذوا اي خطوات أو أي قرار في تقديم عرض رسمي سواء إذا كان لإمبي أو للاعب. من أجل أن هم يشتروا اللاعب لازم يرجعوا طبعا لمستر بيتسو موسيماني. طبعا لعيب مهم جدا مصطفى شلبي، متألق مع نادي امبي، واكيد الناحيه الثانيه يمكن بنتكلم دايما عن امبي عن جون ايبوكا كمان واحد من اللعيبه. في اثنين لعيبه هم على رادار النادي الاهلي ورادار نادي الزمالك، مصطفى شلبي وجون ايبوكا. نستكمل اخبارنا مع حضراتكم. بدا سامي قمصان المدرب العام للنادي الاهلي انه يتابع لاعبي النادي الاهلي الدوليين عشان يكون بيسلم تقرير عنهم لبيتسو موسيماني. طبعا النادي الاهلي عنده مواجهه مع المصري بالسلوم في 9 مساء يوم الاحد اللي جاي ان شاء الله باستاد الاهلي والسلام، وده ضمن منافسات دور ال 32 لبطوله كاس مصر 2021. كابتن سامي قمصان بيتابع اكيد تقرير لبيتسو موسيماني عشان يكون عارف حاله كل اللعيبه الدوليين اللي موجودين مع منتخبنا الوطني. ننتقل معاكم من اخبار القلعه الحمراء لاخبار القلعه البيضاء نادي الزمالك، ونبتدي معاكم بخبر من اهم الاخبار اللي طبعا يعني لما بنتكلم على اهم الاخبار بنتكلم على الصفقات والانتقالات ايضا، خصوصا في مركز حراسه المرمى اللي نادي الزمالك بيسعى ان هو يدعم مركز حراسه المرمى خلال الفتره القادمه. علشان كده بيدور على مين الافضل مين الاحسن في الساحه الكرويه، ومتالق مع ناديه هو محمد بسام. علشان كده نادي الزمالك في كده مصدر قال ان هم ابتدوا كمجلس الزمالك يتواصلوا مع اداره البنك الاهلي. ليه القصه ليه الحدوته؟ لان محمد بسام كان وقع عقود مع النادي البنك الاهلي، وهم دلوقتي نادي الزمالك عايزين يحلوا الازمه دي مع نادي البنك الاهلي. وكمان المصدر ده قال ان مجلس الزمالك بقى دلوقتي عمال يشتغل على ان هو يقنع اداره البنك الاهلي بان هم يرجعوا العقود مره ثانيه لمحمد بسام، علشان الحارس دلوقتي عايز ينتقل لنادي الزمالك بعد ما وقع الفترة الماضية عقود انتقاله للقلعة البيضاء. علشان كده بقى دلوقتي في كلام انه محمد بسام وقع عقود مع البنك الاهلي عايز يوقع مع نادي الزمالك، فبالتأكيد ده لازم يكون في حل ودي مع مسؤولي البنك الاهلي لو فعلا رغبه اللاعب ان هو يلعب لنادي الزمالك. ودايما بنقول رغبه اللاعب بتيجي في المقام الاول في اي مكان، خصوصا لو قطب من قطبي الكره المصريه. بصراحه محمد بسام من حراس المرمى المتالقين خلال الفترات اللي فاتت، بنتكلم على كلين شيت في مباريات عديده، بنتكلم على ارقام جيده جدا، بنتكلم على فكره ان هو ما انضمش للمنتخب المصري كان حواليها علامات استفهام كثيره، ولكن البعض قال انه يمكن الكابتن عصام الحضري والكابتن إيهاب جلال مش عايزين يلعبوا في القائم الاساسي اللي تم الاعتماد عليه خلال الفترات اللي فاتت في مباريات منتخبنا المصري. ويمكن يكون الباب مفتوح خلال الفتره القادمه لعدد كبير من اللعيبه، ممكن يكون منهم محمد بسام او اللعيبه المتالقين عموما في الدوري المصري. بنتمنى له كل التوفيق، وبالتاكيد بيجي طبعا رغبه اللاعب في المقام الاول. ويعني برضو بيكون في تفاصيل كده في العقود، اتفاق ممكن ينتهي بطريقه وديه او مش وديه، طبعا ده كله بيرجع بعلاقه اللاعب بنادي البنك الاهلي. طبعا محمد بسام واحد من اللعيبه المتالقه مع نادي طلائع الجيش، واعتقد بسام يمكن كنت بتكلم معاه من قريب، وبسام شايف ان هو فكره سواء الانتقال لاي نادي داخل الدوري المصري هيكون متوقف على فكره المشاركه، ان انا اكون بشارك بشكل اساسي، حظوظي فين في المشاركه سواء بقى مع نادي الزمالك مع النادي الاهلي مع نادي البنك الاهلي ايا كان ايه النادي اللي انا هكون باخد خطوه للانتقال اليه، لازم اكون بشارك بشكل اساسي. مش عايز يروح يقعد على دكه عشان عشان يبقى موجود ويبقى حظوظه كمان في الانضمام لمنتخب مصر موجوده ويفضل موجود ورجليه في الملعب. ده اعتقد وجهه نظر محمد بسام، يعني حتى لو كان في كلام مع نادي الزمالك وهو ممكن يكون دلوقتي مع البنك الاهلي، الكلام اكبر بكتير جدا لان هو هيشارك بشكل اساسي، هيحسب كويس جدا انا هكون موجود فين وهشارك بشكل اساسي فين قبل ما ياخد اي خطوه في الانتقال من نادي طلائع الجيش. نستكمل مع حضراتكم اخبارنا. فتح مسؤولي نادي فيوتشر خطوط اتصال مع سيف الدين الجزيري لاعب نادي الزمالك عشان يكون بيضمه من في نهايه الموسم الحالي، سواء كان على سبيل الاعاره او البيع النهائي. ده جه بعد طبعا ما الكابتن علي ماهر اتكلم وابدى رغبته في ضم اللاعب في الفتره اللي جايه. يمكن الجزيري مش ماشي بشكل المرضي لجمهور نادي الزمالك، مع فريرة مش افضل حال، ما بنشوفوش كتير بيشارك مع نادي الزمالك، مش راضي عن مستواه. ممكن يكون شويه هنشوف الجزيري خارج نادي الزمالك اعتقد بنهايه الموسم. فيوتشر داخل في الموضوع بيتكلم، عايز يحصل على خدمات الجزيري سواء على سبيل الاعاره او بيع نهائي. احتياجات الكابتن علي ماهر ممكن يكون مفيد بالنسبه لفيوتشر. هنشوف الكلام على الصفقات هيكون كتير جدا جدا الفتره اللي جايه في ظل اللعيبه اللي موجوده كتير، وفي ظل كمان الصراعات اللي بقت موجوده ما بين الانديه دلوقتي. الاول كان ما بين اهلي والزمالك، دلوقتي لا، بتلاقي فيوتشر داخل في الصفقه، البنك الاهلي داخل، فاركو داخل، في سيراميكا. اعتقد بقى في دلوقتي صراعات كبيره جدا في الصفقات ما بين كل الانديه في الدوري المصري. وهنشوف الجزيري هيستكمل مشواره مع نادي الزمالك، هيكون بيرحل عن الدوري المصري، هيكون موجود في فيوتشر. اكيد هنتابع مع حضراتكم الايام اللي جايه. من اللعيبه المتالقين جدا خلال الفتره اللي فاتت في ظل غيابه عن المشهد بشكل كبير جدا، طبعا يعني بنتكلم هنا على عبد الله جمعه، لاعب من اللعيبه اللي اكد البرتغالي فيريرا ان هو بيثق فيه، ان هو راضي عن مستواه اللي ظهر عليه في مباراه الفريق امام الاسماعيلي في الدوري العام. طيب، حلوه الفكره نفسها انك انت تكون على قدر المسؤوليه، تقدم مباراه في قمه الروعه، تكون سبب في هدف احرزه اشرف بن شرقي طبعا من تمريره رائعه من عبد الله جمعه في المباراه. ولكن فكره الاستمراريه، انه فيريرا يطلب من عبد الله جمعه انه يستمر على ده، انه يركز في الفتره اللي جايه، انه يبذل قصارى جهده في التدريبات علشان يفضل بيشارك في المباريات المقبله. ده هو اللي مهم، ان انت تشارك في المباريات المقبله بشكل اساسي، ان انت تكون حريص على ثبات المستوى وتطور في نفسك، وانك انت خلاص يعني اللاعب اللي بيكون بعيد عن المشهد وبيرجع تاني يدخل فيه بيكون عايز يمسك في الفرصه دي، ما يسيبهاش ابدا. والفرصه دائما ما بتجيش لكل اللعيبه، لان فكره ان يكون في اكتر من لاعب بيلعب على نفس المركز بيكون في منافسه قويه جدا. هنا بنتكلم على الانديه الكبيره، فكل اللعيبه بتكون متقاربه المستوى، والكل لازم لما ياخد الفرصه يمسك فيها بايده واسنانه زي ما بنقول. وشايفين مع حضراتكم دلوقتي ده احتفال عبد الله جمعه اللي بيأكد على انه عنده شعور ان انا رجعت، يعني فرحه عبد الله جمعه كأنه هو اللي احرز الهدف اللي شايفينه معاكم طبعا، وخلى اشرف بن شرقي، فرحه الجماهير بيه، فرحه زمايله بيه، كأنهم بيهنوه بيقولوا له الحمد لله على سلامتك ان انت رجعت مره ثانيه لمستواك اللي معهود عليه. وطبعا مستر فيريرا بالتاكيد بيتابع كل مستويات اللعيبه، بيكون حريص على الجانب النفسي اللي بيشتغل بيه على اللعيبه علشان يحافظوا على مستوياتهم ويكونوا على قدر المسؤوليه. نستكمل اخبارنا داخل نادي الزمالك. وحرص الجهاز الفني مع فيريرا على التواصل مع احمد فتوح، واحد من نجوم نادي الزمالك ومنتخبنا الوطني، عشان يكون بيطمن على اللاعب بعد طبعا اصابته بفيروس كورونا. وطلب الجهاز الفني من اللاعب الالتزام ببروتوكول العلاج عشان يكون بيتعافى سريعا ان شاء الله. طبعا فتوح مش هيكون متواجد مع منتخب مصر ومع نادي الزمالك الفتره اللي جايه، بنتمنى له كل التوفيق باذن الله ويرجع بالسلامه كده سريعا ان شاء الله، ونشوفه في الملاعب مرة تانية. مشاهدينا لسه عندنا فقرات وأخبار تانية كتير، ولكن نستأذنكم فاصل قصير ونرجع لكم مرة تانية، انتظرونا. مشاهدينا بجد الترحيب بحضراتكم مرة تانية وأخبارنا العالمية. خلونا نتكلم شوية. أكيد دلوقتي موسم الانتقالات في أوروبا ابتدى يشتغل، ابتدينا نشوف لعيبة بتنتقل من أندية لأندية سواء من الدوري الأسباني للإنجليزي والعكس. كريستيان بوليسيتش نجم تشيلسي الإنجليزي من قائمة المرشحين عشان يكون موجود بعد رحيل ساديو ماني من ليفربول. طبعا الكلام اللي طلع عن ساديو ماني وان هو بايرن ميونخ، بعد كده دخل في الصفقه ريال مدريد شويه، ولكن دلوقتي سمعنا ان بوليسيتش هيكون هو من ضمن المقترحات يعني على يورجن كلوب، يكون بيعود او بيحل محل ساديو ماني في حال رحيله عن ليفربول. هنشوف الكلام رايح على فين خلال الايام اللي جايه. نروح معاكم للموضوع اللي كان شاغل كل الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، الصحف العالمية عندنا هنا كل مكان، مفيش حد ما بيتكلمش على بيكي وشاكيرا. يعني قصة حب وزواج امتدت 12 سنة، بنتكلم بعد السنين دي كلها بيعلنوا انفصالهم. بالتأكيد الناس قعدت وكالعادة عايزة تعرف ايه اسباب الانفصال ده، ولكن الكل انتظر لحد ما أعلن بيكي بشكل رسمي على مواقع التواصل الاجتماعي ونزل بيان وضح فيه وقال بمنتهى كده البساطة يعني إنه نأسف بالتأكيد على إن إحنا انفصلنا من أجل أطفالنا الذين هم على رأس أولوياتنا، بنطلب احترام الخصوصية، شكراً لتفهمكم. للأسف في مثل هذه الامور ما بيكونش فيه خصوصيه تماما، يعني زي ما حضراتكم عارفين بنتكلم على شاكيرا، نجمه من نجوم الغناء، مشهوره ليها معجبينها متابعينها، يعني سوبر ستار. بنتكلم على بيكي قائد لبرشلونه، نجم من نجوم برشلونه، ليه كل عشاقه. ففكره العلاقه نفسها الناس دايما كمان بتدي نفسها الحق ان هي تتدخل من حبها في فكره ان احنا بنكون حابين الثنائي ده، او حابين الكابل ده مع بعض، او حابين العلاقه العاطفيه دي او الزواج او الحب. لما بينفصلوا الناس ما بتكونش عايزه تتدخل علشان هي عايزه تحشر نفسها، بس بيكونوا زعلانين، فبتبتدي تحصل حاله الاثاره والجدل، يا ترى هم انفصلوا ليه؟ يا ترى هم ما كملوش مع بعض ليه؟ فاعتقد بقى ايه يا يحيى انت معاك الاجابه. انا لسه كنت قافل مع بيكي، كنت بتكلم مع بيكي انا وبطران دلوقتي، وقال لنا ان هو هيتصالحوا والدنيا تمام يعني. يعني اداك امل في موت. لا لا اعتقد يعني انا ما عنديش كلام على الموضوع ده، لان ده بيحطك في حته اللي هو لما تيجي تشوف خيانه بيكي لشاكيرا هتبتدي تخش في حته اللي هو طب احنا هنعمل ايه؟ يعني اللي هو هتروح فين بعد كده؟ يعني بعد ما بيكي خان شاكيرا وبقى حديث السوشيال ميديا زي ما بتقولوا، فيعني ربنا يستر على 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 بقيه الناس. يعني الاوساط الرياضيه والفنيه بتتهز، بس خلي بالك الحمد لله يعني هو الراجل بطبعه مش خاين. انا بقول نقفل الحلقه ونروح، نقفل الحلقه بسرعه قبل ما حد يشوفني. بالظبط كده، يكفي هذا القدر. نروح مع حضراتكم بقى دلوقتي للتوقيت اللي بننتظر تفاعلكم معانا على سؤال حلقتنا النهارده، توقعاتكم بالتاكيد لمباراه منتخبنا المصري اليوم امام غينيا في تصفيات كاس الامم الافريقيه. الاجابات كانت كالتالي. طيب محمد البنا كتب ان شاء الله مصر تكسب 3-0. أحمد عاطف حجازي بيقول صباح الخير يا يحيى وفرح، صباح الفل عليك، أنا أتوقع فوز منتخب مصر 2-0. صبحي هاني كتب إن شاء الله 2-0 لمصر، محمد صلاح ومرموش، وإن شاء الله تكون بداية مبشرة للكابتن إيهاب جلال وللعيبة المنتخب. أما محمد خالد فبيقول إن شاء الله الفوز لمنتخبنا المصري، يا رب كل الفوز لمنتخبنا المصري والتوفيق النهارده، وربنا يكون كده مع اللعيبة، يكون على قدر المسؤولية، يكون في صفاء في الذهن، كل التركيز فقط يكون في ال90 دقيقة داخل المباراة. إن شاء الله النهارده اللعيبة كلهم يكونوا بيفرحونا وبيساعدونا، وتكون مباراة إن شاء الله مشرفة يا يحيى. ان شاء الله فرح باذن الله، بنتمنى اكيد فيها كل التوفيق لمنتخبنا الوطني، وان شاء الله بكره نكون طالعين كده بنبارك باذن الله منتخب مصر على الشكل والاداء وعلى النتيجه. مشاهدينا حلقتنا النهارده خلصت من صباح أون تايم، بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. فرح بشكرك كالعاده، بشكرك يا يحيى، ودايما بسعد بوجودي معاك. مشاهدينا نشوف حضراتكم بكره وحلقه جديده من صباح أون تايم.